اهلا بحضراتكم من جديد، واستكمال بالتاكيد الفقره الحواريه في ليله مباراه الترجي والاهلي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. طيب قبل ما نكمل حوارنا، معانا مداخله مهمه جدا عبر السكايب مع الكابتن راضي الجعيدي نجم الكره التونسيه، بالتاكيد معانا دلوقتي على الهواء مباشره من خلال السكايب. كابتن راضي، اولا برحب بيك على شاشه قناه الاهلي، بنسعد دايما بوجودك معانا كاحد نجوم الكره التونسيه، بنعتز بيهم على المستوى الشخصي وعلى المستوى الكروي. وفي ضيافتي بالتاكيد اثنين من نجوم الاهلي، الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن اسامه عرابي، بيوجهوا التحيه ليك. السلام عليكم كابتن محمد خويا، متشكر. عليكم السلام. ونسلم على ضيوفك زاد الكرام شريف واسامه، الكابتن هذوما معناتها عندهم يعني تاريخهم وقبرهم وقدرهم في الكره المصريه وخاصه مع الاهلي، وبالطبع يعني المشاهدين يعني متشكر على ضيافتكم ليا. طيب واحنا بنستعد والعد التنازلي لمباراه الترجي والاهلي، وهي مباراه الكل بيقول عليها هي المباراه الكبيره، اللقاء المنتظر بين اكبر فريقين في افريقيا. على المستوى الفني في بعض المعطيات ممكن تدي يعني انطباع ان المباراه كمستوى فني ممكن تكون مباراه كبيره، ولا كمستوى فني ممكن تكون متوسطه بسبب ان الفتره الاخيره كان في راحه سلبيه للفريقين حوالي اكتر من 20 يوم. برضو على مستوى القدرات الفنية للاعبي كلا الفريقين، الأهلي عنده لاعبين دوليين، الترجي عنده لاعبين دوليين في المنتخب التونسي، فالمعطيات دي ممكن تدينا إجابة على شكل المباراة على المستوى الفني ممكن تكون بأي انطباع يا كابتن راضي؟ والله يعني سؤال جايز. بالنسبة لي أنا المقابلة سوف تكون مقابلة كبيرة يعني من كل النواحي الفنيه والتكتيكيه والتحضيرات يعني بالنسبه للفريقين، خاصه انا متابع للفريق الترجي التونسي، يعني تحضيرات والتركيز كبير ياسر من الفريق. يعني الفريق الترجي التونسي دخل في تربص، وممكن في وسط التربص يعني لعبوا بعض المقابلات الوديه، يعني هذا بالطبع ليبقي اللاعبين في اللياقة متاعهم ويعطيهم يعني اللياقة البدنية اللازمة في يوم المقابلة. ونتصور يعني الأهلي المصري في نفس الخطوة وفي نفس الطريق، يعني تحضير المقابلة هذه نعرف اللي ممكن الفريقين ما خذوش وقتهم في المدة الأخرانية، ما لعبوش مقابلات، لكن مهمة المعد البدني مهمة يعني أكيد مهمة، ويلزم على المعد البدني يبقي على اللاعبين في المرتبة اللي لازم تكون بالنسبة لهم ليلعبوا باش يكونوا حاضرين في المقابلة يعني يوم الغد. أكيد. طيب كابتن شريف برضو عايز يدخل معنا في الحوار، لو في تتكلم على الفرقتين حتى مع كابتن راضي. كابتن راضي بنرحب بيك. كابتن راضي وبيك عايشك كابتن شريف. أنا بشوف مقومات الفرقتين مقومات بطولة الحقيقة، يعني فرقتين على نفس القدر من المستوى أنهم يكونوا في الفاينل. أنا أعتقد أن سرعات فريق الترجي وسرعات كونتر اتاك بتاع فرقه النادي الاهلي واحترامهم لبعض بكره هيبقى دي هي اللغه اللي احنا هنتفرج عليها، زي ما حضرتك اتفضلت وقلت التطبيقات او الدوافع اللي هتبقى موجوده في الملعب بكره بالنسبه للفريقين. لكن هناك فرصه كبيره جدا للفريق الاهلي انه بيلعب خارج ارضه، في كل هدف بيحرزه بيكون ليه قيمه، حاول يخرج باحسن نتيجه. بس انا شايف ان فرقه الترجي السنه دي غير السنه اللي فاتت الحقيقه، حاجه محترمه جدا، وبتمنى زي ما سيادتك اتفضلت وقلت ان يكون اللقاء على مستوى اسم الفريقين. بالطبع انا معاك في نفس يعني التخمام. بالنسبه لي يعني الترجي التونسي الفريق السنه في اكثر الافراد يعني افراد محترمه، مفراد عندها يعني قيمتها في الفريق وتنجم تقوم بأي يعني يعني العمل نتاعهم في وسط الميدان، ينجم يقوموا بالفارق. يعني لاعبين كيما الهوني، البدري، بن رمضان اللي هو من أحسن اللاعبين في البطولة التونسية توا، كوليبالي اللي يعطي أكثر توازن للفريق،
الذمر كلهم يعني حمدي النجاز، الذمر كلهم يعني يكونوا قوة الفريق، وخاصة يعني كما قلت لك يعني حسن التعامل في وسط الميدان وحسن والخبرة اللي عندهم تعطيهم يعني الفرصة باش يكونوا من أحسن الفرق في إفريقيا. وبالنسبة للفريق الأهلي شفنا يعني في الفترة الأخرانية فريق الأهلي شفنا يعني وجه جديد في العوام الاخرانيين، خاصه في العام الاخراني مع بيتسو موسيماني اللي اعطاهم يعني نوع من الفلكسبيليتي كما يقولوا يعني في وسط الميدان، وشفنا التحركات خاصه الثلاثه الاربعه الهجوم يعني ثقه واكثر منها نجاعه هجوميه اللي تخلي الفريق خطير في الهجوم. أكيد. يعني شريف، عفشة، شحات، معناتها اللاعبين يقوموا بالفرق، وخاصة اللاعب ديونغ كيما كوليبالي في الترجي يعني يعطي أكثر اتزان عند يعني عندما يخسروا الكرة، وذا يعني وذا يخلي اللي المقابلة تكون باش تكون مقابلة كبيرة ياسر، وخاصة في وسط الميدان أنا حسب رأيي، لأنه الفريقين الاثنين يلعبوا حسب رأيي نفس الطريقة 4-3-3 الأهلي، والترجي التونسي يلعب 4-2-3-1، يعني ممكن وسط الميدان هو باش يكون المفتاح بالنسبة للفريقين، واللي يعرف كيفاش يتعامل في وسط الميدان ويعرف كيفاش يستحوذ على الكرة ممكن هو الفريق اللي يربح في المقابلة. طيب الكابتن أسامة عربي برضو كان في جزء عايز يتدخل معاك في الكلام يا كابتن راضي، اتفضل يا كابتن أسامة. أهلا وسهلا بك يا كابتن راضي، و السلام عليكم كابتن. نجم كبير طبعا في الكرة التونسية، بحكم خبرتك الكبيرة برضو، أنت شايف أنت طبعا اتكلمت على الفرقتين بشكل كويس، بس شايف يعني اكتر العناصر تاثيرا بالذات في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في في الزهراء الاجناب وفي الاطراف، يعني احنا اتكلمت على أفشة وشريف، لكن بقيه اللعيبه مين شايف مكمن الخطوره اللي انت ممكن تبقى شايف انه مؤثر بالنسبه للاهلي او الترجي التونسي يعني في الاطراف؟ بالنسبه للترجي التونسي انا الحقيقه معناتها بالنسبه للاهلي المصري انا الحقيقه تفرجت على المقابله الاخرانيه في السوبر كاب وشفت يعني الخطوره جات من شريف وعفشه، ولكن التحركات نتاع شحات وعمر ومحمد طاهر طاهر محمد يعني تحركات يعني غير كيفاش يقولوا يعني غير تقليديه، وذا كما قلت لك يعني التحركات هذه اعطت اكثر خطوره للفريق الاهلي، ويلزم الفريق اللي يلعب ضد الاهلي يكون الدفاع نتاعو يعني يعرف التحركات هذه ولا يفهم اللاعبين لكي معناتها لايقافهم. لكن في الوجه الاخر شفنا الترجي التونسي خاصه في المقابلات الاخرانيين دفاعيا منظم، يعني فما نظام دفاعي وفما يعني حسن التصرف في الدفاع، لكن شفنا زاد الترجي التونسي ينجم يكون خطير خاصه في وسط الميدان عن طريق بن رمضان البدري وبعض الاحيان يعني كوليبالي اللي يطلع ولا هو اللي يعطي يعني الركيزه الاولى للفريق. وبالطبع يعني مع غياب الخنيسي فما يعني صمد اللي هو لاعب يعني قوي البنيه يعرف كيفاش يتعامل مع الكوره وخاصه خطير يعني في وسط المنطقه 18 متر. يعني كما قلت لك يعني كل فريق عنده نقطة قوة نتاعو، وحتى ولو يعني الأهلي يلعب خارج ميدانه في تونس لكن باش يكون خطير
ممكن باش يكون اكثر منظم دفاعيا لانه يلعب في خارج. ممكن بيتو موتيماني ما يحبش يقبل اهداف لكن يحب يسجل الاهداف، ممكن ياخذ حذره في اول المقابله لكن يحل في وسط المقابله، ممكن يحاول باش يسجل اهداف. وبالنسبه للترجي التونسي يعني يلزم يسجل اهداف، يلزم يسجل الاكثر اهداف يطمن على النتيجه نتيجه لقاء الذهاب. اكيد كابتن راضي الجعايدي نجم الكره التونسيه، انا بشكرك شكرا جزيلا لهذه المداخله، ودايما بنسعد بمتابعتك وبوجودك معانا دايما عبر شاشه قناه الاهلي. شكرا جزيلا، نتمنى نشوفك هنا في مصر المباراه الجايه باذن الله ان شاء الله. كان كلام مهم جدا يا كابتن شريف يا كابتن اسامه، لكن عايز ارجع بقى للجزئيه اللي قلتها في البدايه قبل ما اطلع لفصل، فكره ان